أهلي اتطلقوا وأنا صغيرة، وكنت عاوزة أشتغل علشان أكون مسؤولة عن نفسي، وكنت بصرف على نفسي وبدفع مصاريف المدرسة، واشتغلت في الإعلانات وأنا عندي 12 سنة، وكنت بتفع على الإعلانات والفلوس بنفسي. ياسمين عبد العزيز فتحت صندوق أسرارها مع صاحبة السعادة. لأول مرة قررت ياسمين عبد العزيز تفتح خزان أسرارها مع صاحبة السعادة إسعاد يونس. فياسمين البنت الشقية والمعروف عنها خفة دمها وضحكتها الجميلة، عاشت طفولة قاسية شوية، فبالرغم من شهرتها ونجاحها في الإعلانات لكنها عانت من التفكك الأسري بسبب انفصال والدها ووالدتها في سن صغير. فيا ترى إيه هو صندوق الأسرار اللي فتحته ياسمين عبد العزيز؟ بدأت الحلقة باستقبال صاحبة السعادة ياسمين عبد العزيز وتقدمها للجمهور بنبذة عن حياتها ونجاحها. وقالت صاحبة السعادة: معانا نجمة من أول يوم، والناس خدت عنها انطباع إنها شقية ودمها خفيف، وارتبطوا بالإعلانات اللي بتعملها. ياسمين اتربت في وسطنا وحضننا وشفناها وهي بتتطور، عندها قبول وذكاء وجمال، وبقت نجمة سينمائية مختلفة جدا، وعلاقتها بجمهورها مختلفة مش زي أي فنان اتربت وسطنا، وواحدة من العيلة. البنت الجميلة دي هي ياسمين عبد العزيز. وبدأت الحلقة وبدأت ياسمين معاها تفضفض مع إسعاد يونس عن طفولتها، واللي بدأت بانفصال والدها عن والدتها وهي لسه في سن صغير، وشغلها في الإعلانات علشان تكون مسؤولة عن نفسها. الأهل ما كانوش موافقين اشتغل في الإعلانات، وبابا وماما اتطلقوا، وبابا اتجوز وعاش حياته، وماما اشتغلت علشان تصرف علينا، وانا بدأت وكان عندي 12 سنة وصغيرة جدا، وكنت زمان بتفرج على الاعلانات وقف قدام المراية وكنت قلد بنات الاعلانات، وكان عندي طاقة متخيلها وعاوزها بتجيلي، وكان نفسي ابقى زي بنات الاعلانات. وكان في واحده صاحبه والدتي بتشتغل في شركه اعلانات، شافتني قالت لي تشتغلي في الاعلانات، ووافقت طبعا، وقالت لي هاخدك تعملي اعلان. ماما وافقت لكن ابويا واخويا الكبير قالوا لا. ولما دخلت الاعلانات كنت عايزه اكون مسؤوله عن نفسي علشان اكسب فلوس، لان اهلي كانوا منفصلين وانا عندي 9 سنين، وامي كانت بتيجي معايا التصوير، لكن انا اللي كنت بتفق على الفلوس والاعلانات مع اني كنت طفله صغيره. كمان ياسمين اتكلمت عن شخصيتها في الوقت ده زي ساعد تكون شخصيتها قوية وقد المسؤولية، وقالت: أنا وقتها كنت أغلى موديل في الإعلانات، وكنت حاسة بالمسؤولية، وكنت بصرف على نفسي وأنا صغيرة، ووصلت لسن 15 سنة جبت لنفسي عربية وشقة، وما كنتش باخد فلوس أعمل بيها حاجة غلط، كنت دايما بدي، عمري ما أخدت، وماما كانت طيبة قوي، وأنا قررت أبقى عكسها، فمع الوقت بقيت أشوف ماما مظلومة، وما بقيتش عايزة أطلع كده، وعايزة أبقى شخصية قوية، كنت شقية بس بأدب، وكل أسبوع كنت بترفض وماما ما تعرفش، وكنت بروح برضو، وكان اخواتي الوالدين اكبر مني، وكنت باخد منهم تصرفاتهم، وكنت بشتغل وبصرف على نفسي واللي حواليا، فكان عندي حتة استقلالية جدا، وفتحت دفتر توفير من وانا صغيرة، وكنت بحط فيه فلوسي وحوش فيه، لحد ما جبت اول عربية ليا، كانت ب 57,000 جنيه، وحطيتهم في شنطة المدرسة، ورحت جبت العربية علشان يوصلوني بيها المدرسة، واتفاعل الجمهور والمتابعين مع تصريحات ياسمين، وما كانوش مصدقين ان البنت الشقية خفيفة الدم تكون عاشت طفولة صعبة بسبب انفصال الأهل، وإنها تولت مسؤولية نفسها بدري علشان توصل وتبقى ياسمين عبد العزيز صاحبة أعلى إيرادات في السينما.